خير يا نواشي؟ اصلي عرفت ان مراتك التانية حامل. كان نفسي يتولد على ايدين سماح وهي اللي تربي. كان نفسي. حاسس ان الواد بقى يتيم الام من قبل ما يجي. مش كده، مش كده يا سي مختار، ربنا يخلي له امه. كان نفسي ابني امه تبقى سماح. مش لو كان ابنك بجد. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ قصدي يعني انت اتاكدت ان الولد اللي في بطنها ده يبقى ابنك؟ انت بتخرفي تقولي ايه وليه انت؟ بصراحه كده يا سي مختار، فيه سر عندي وانا لازم اقوله لك. سر ايه؟ اصلا يا اخويا من ساعه ما سبت الخدمه عندكم الدنيا لطشت بي، فاضطريت بقى ان انا اشتغل عند دكتوره قللت الذمه، يعني كانت بتعمل عمليات مش كويسه للستات. وانا داخل ايه بالكلام ده؟ اصل ايه؟ ما تتكلمي. اصل مراتك التانيه جت عندنا وكان معاها واحد. مراتي؟ واحد مين؟ واسمه ايه؟ انا مش فاكره اسمه، لكن فاكره شكله كويس قوي. يومها الدكتوره ما رضتش تعمل لها العمليه لانها كانت حامل. حامل؟ عشان كده هو فتح علينا المطوة وخلى الدكتوره تعمل العمليه بالعافيه. عمليتي ترقيع. ترقيع ايه يا سي مختار؟ دي حاجه كده تتفهم وهي طايره. طبعا انت اتجوزتها وهي بنت بنوت، مش كده؟ انت بنت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده؟ ده لولا انك غالي عليا انا ما كنتش قلت حاجه زي دي ابدا، وما كنتش فتشت سرهم. دي مسؤوليه عليا وانا لا يمكن اتبلى على حد في حاجه زي دي ابدا. بس دي كانت حامل، يعني دي انساب، يعني ابنها ده هيشيل اسمك وبعد عمر طويل هيورثك، وانا ما اقدرش اشوفك في البلوه دي. ما اقولكش قولي فين مختار؟ ايه اللي حصل؟ اللي في بطنك ده ابن مين؟ ابن مين؟ ابنك انت طبعا. كدابه كدابة! انت كنت حامل في الواد ده قبل ما تتجوزيني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو مكدباني اجيب لك نواشي. نواشي؟ نواشي مين دي؟ نواشي مين؟ نواشي اللي كانت شغاله عند الدكتوره اياها، اللي عملتي عندها العمليه يا فاكرة. طيب يا بت، مين اللي كان معاك؟ مين ابو الواد ده؟ انطعي انطعي انطعي. رادت رغني وضحك عليا، ولما حصل اللي حصل غصب عليا اتجوزك. رجب سامحني، حته عيله زيك انت تستخفينا انا؟ سامحني والله العظيم غصب عني، انا كنت بدور على اي حاجه عشان اخلص من المصيبه دي واستر على نفسي. استر على نفسك؟ انت شطاره. ابو سعيد ابو سعيد طعنتيني بالسكينة في ظهري. أرجوك ارحمني ارحمني. انت اللي زيك ما تستاهلش الرحمة. انت طالق؟ طالق في ايه يا مختار؟ ايه اللي بيحصل ده يا ابني؟ ان ما كنتش خايف عليها خاف على ابنك اللي في بطنها. مش ابني. مش ايه؟ اللي في بطنها ده مش ابني. امال ابني مين؟ ابن رجب. رجب؟ رجب؟ يا دي المصيبة، يا دي العار، يا دي المصيبة. ايه؟ انا في كابوس؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ في ايه؟